السابعة بتوقيت القدس الشريف، نشرة مفصلة للأنباء من الميادين نبدأها بالعناوين. هم اليوم محاصرون وهذه معركة مفتوحة. المتحدث باسم أنصار الله يؤكد عدم سيطرة التحالف السعودي على مطار الحديدة. 11 حريقا في المستوطنات المحادية لقطاع غزة المحاصر جراء الطائرات الورقية. استعادات الجيش السوري الغوطة الشرقية وريف حمص الشمالي تعيد إحياء شبكة المواصلات بين المحافظات السورية. معارك عنيفة بين الجيش الليبي والمجموعات المسلحة لاستعادة مينائي السدرة وراس لانوف. هي السابعة أيضا، إسرائيل تغازل عرب المونديال في حملة منظمة تهدف للتطبيع ولا تلقى آذانا صاغية. مرحبا بكم. أكد المتحدث الرسمي باسم أنصار الله محمد عبد السلام أن التحالف السعودي يعمد إلى التهويل الإعلامي فيما خص معركة الحديدة نتيجة فشله في تحقيق أي تقدم. وفي اتصال مع الميادين قال عبد السلام أن التحالف السعودي لم يسيطر على مطار الحديدة بل تراجع إلى الخلف وأن قواته محاصرة في منطقة الدريمي. هم اليوم محاصرون وهذه معركة مفتوحة. نحن نتحدث عن ودائع، لسنا محرجين. إذا كان العدو تقدم في ظل هذه الحرب الدولية الكبيرة في مناطق مكشوفة، نحن سنقول تقدم. لم تدخل ولم تصل حتى إلى دوار ما قبل مطار الحديدة، وهي ما زالت متراجعة في منطقة الدريهمي. عبد السلام أكد أن فكرة تسليم الحديدة للأمم المتحدة غير منطقية ومخالفة لقوانين الأمم المتحدة ومواثيقها الدولية، مؤكدا أن تسليم مرفأ الحديدة للأمم المتحدة غير موضوع على طاولة النقاش. عبد السلام أعلن أن المبعوث الأممي طرح أن يبدأ الحل السياسي من الحديدة، مضيفا أن أنصار الله ليس لديها مشكلة بذلك، حيث أن الحل في الحديدة يجب أن يكون في صنعاء وعدن وغيرها من المناطق. هو يحاول أن يقدم صورة تجميلية لما يطرحه الطرف الآخر، أن نذهب إلى حل سياسي يبدأ من الحديدة. نحن قلنا لا يوجد لدينا مانع إذا ستقدم حلا سياسيا في البلد يكون بدء التنفيذ فيه بوضع حرب وبإجراء مفاوضات كاملة. ونعم، الحل الذي سيكون في الحديدة هو الذي يجب أن يكون أيضا في صنعاء وأن يكون في مأرب وأن يكون في عدن، أن يوجد سلطة سياسية لديها القدرة على إدارة الوضع الأمني والسياسي في البلد. البلد يعيش حالة فراغ سياسية ويعيش حالة أزمة سياسية. عبد السلام أعلن أن عبد رب منصور هادي ليس سوى واجهة للاحتلال الإماراتي والسعودي، حيث أنه ظهر في عدن تحت صورة مؤسس السعودية ومؤسس الإمارات، وهو من المفترض رئيس يمثل الشرعية، مضيفا أن هذه الصورة تؤكد أن اليمن تحت الاحتلال وأن عبد رب منصور هادي هو مجرد أداة لا مكان له في أي مفاوضات سياسية. وهو وصل إلى عدن ولربما لاحظتم الصور، يجلس وفوقه صور مؤسس السعودية وملك السعودية السابق واللاحق وولي عهده وملك والمؤسس الإماراتي ومن بعده في صورة مخزية لا تمثل إلا أنه في بلد محتل، وهو من يسمى برئيس دولة شرعية. يفترض أنه لا يمثل في أي مكان في اليمن إلا وأمامه العلم الجمهوري فقط، وعلى الأقل هذه الصورة تمثل حالة من الخزي. عبد رب منصور هادي لم يعد الا اداه يستخدم في موقعه الشرعي، والا هو سيكون مصيره في اي مشاورات سياسيه مصير غامض بالنسبه له. المتحدث باسم أنصار الله أكد لا وجود إيرانيا في اليمن، واصفا كل الادعاءات بذلك بأنها كاذبة ولا دليل واحد عليها. الحقيقة التي لا ينكرها أحد أن الأمريكي والبريطاني والسوداني وكثير من منتدبة العالم موجودين في بلدنا، يحتلون أراضينا وشواطئنا وجزرنا. لا يوجد في اليمن ولا إيراني واحد، ولم يظهر أن قتل إيرانيا واحدا، ولا يوجد. الأسلحة الموجودة في اليمن هي أسلحة يمنية كانت يملكها الجيش وطورها الجيش عندما وصلت إليه إرادة سياسية بأن يكون قويا وبأن يستطيع أن يحرك ما لديه من إمكانات. هذا توضيح سيء وقد تجاوزناه.
مصادر ميدانية يمنية أكدت للميادين أن قوات التحالف السعودي تعيش حالة إحباط كبيرة نتيجة المفاجأة التي لم تكن تتوقعها من خلال المواجهات على الأرض، حيث تراجعت في كل محاور المواجهة بالساحل. المصادر قالت أن قوات التحالف تحاول تركيز كل جهدها على جبهة الدريهمي القريبة من المطار من أجل التقاط صور قريبة منه توظفها بشكل إعلامي. وأشارت المصادر إلى أن القوات المشاركة في جبهة الساحل الغربي هي القوات البحرية والجوية الإماراتية والقوات البرية السودانية والقوات الموالية للرئيس هادي وستة ألوية جنوبية سلفية تسمى عمالقة وألوية حراس الجمهورية بقيادة طارق صالح. وبحسب المصادر فإن هذه القوات تحولت من قوات هجومية إلى قوات ينحصر وجودها على الخط الساحلي بعمق قليل نسبيا، لافتا إلى أن الجيش اليمني واللجان ينفذون عليها عمليات إغارة والتفاف وتطويق بغية عزل البقع الجغرافية عن بعضها. بالتوازي أكدت رئيسة الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان في اليمن ابتسام المتوكل أن الوضع الأمني في مدينة الحديدة مستقر. وفي حديث للميادين قالت المتوكل أن فريقا من الجبهة زار مطار الحديدة الذي يسيطر عليه الجيش اليمني واللجان الشعبية. الحديدة نحن أخبرنا ليلة العيد إلى هنا فريق من الجبهة الثقافية وزملاء وزميلات. وجدنا الوضع الأمني، الوضع الإنساني، الوضع الاجتماعي مستقر للغاية والأمور مرتبة. تجولنا في كثير من الأماكن، معنويات الناس عالية، يشاهدون مباريات الكرة على شاشات عملاقة في الحدائق العامة، يحتفلون بالعيد. أيضا وجدنا التأمين الكامل لمدينة الحديدة على الشاطئ أو في سائر الأماكن. وربما من حسن حظنا أن ظهرت كثير من المعلومات المضبوطة التي تقول باشتباكات المطار أننا تمكنا أيضا من زيارة المطار. مطار الحديدة مستقر وآمن. في غضون ذلك وصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث إلى صنعاء ضمن زيارة طارئة. جريفيث لم يدلي بأي تصريح في المطار وتوجه على الفور إلى صنعاء للقاء قيادات سياسية وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. كان المبعوث الأممي قد تحدث عن اتصالات دائمة مع كل الأطراف المشاركة للتفاوض حول ترتيبات للحديدة تستجيب للمخاوف السياسية والإنسانية والأمنية للجميع. في أرضنا المحتلة فلسطين أفاد مراسل الميادين في قطاع غزة المحاصر باندلاع أكثر من 11 حريقا في الحقول الزراعية بمنطقة غلاف غزة بفعل الطائرات الورقية والبالونات الحارقة. وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن اندلاع حرائق في المجلس الإقليمي أشكول قرب قطاع غزة بسبب طائرات ورقية حارقة أطلقت من القطاع. وفي الضفة الغربية أصيب عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت في بلدة برطعاء الشرقية جنوب مدينة جنين. جنود الاحتلال أطلقوا وابلا كثيفا من القنابل الصوتية والغازية باتجاه الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق. وفي سياق موازن ثبتت سلطات الاحتلال قرار هدم منزل المواطن على قبها المتهم بتنفيذ عملية دهس قبل أشهر رافضة كل قرارات الاستئناف. هذا وسلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المواطنة الفلسطينية لطيفة أبو حميد المعروفة بخنساء فلسطين اختارا بهدم منزلها، وذلك بعد اتهام نجلها بقتل جندي إسرائيلي في مخيم الأمعري جنوبية رام الله قبل 3 أسابيع. سلطات الاحتلال أمهلت لطيفة أبو حميد وهي الوالدة لشهيد ولأربعة أسرى 48 ساعة للاستئناف ضد القرار. وكانت سلطات الاحتلال قد هدمت منزل أم ناصر عدة مرات سابقا بعد اتهام أبنائها بقتل جنود إسرائيليين.
إلى الملف السوري، حيث أفاد مراسل الميادين في جنيف بأن اجتماعات ستعقد بين أطراف من المعارضة السورية في جنيف يوم الاثنين المقبل بالتوازي مع القمة التي دعا إليها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بمشاركة مبعوثين رفيعي المستوى من روسيا وتركيا وإيران. اجتماعات المعارضة سيشارك فيها ممثلون عن القوى التي شاركت في مؤتمر سوتشي، ولا سيما منصة موسكو وتيار الغد وتيار قمح. وسيناقش الأطراف السوريون المعارضون تفاصيل تشكيل اللجنة الدستورية وكيفية الإسراع في تشكيلها. دعا الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تسوية سياسية للأزمة السورية وفقا لعمليات جنيف. بيان للبيت الأبيض أشار إلى أن ترامب وخلال اتصال هاتفي مع ماكرون شدد على مفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران يتضمن البرنامج النووي والصواريخ البالستية. كما تطرق النقاش إلى قمة ترامب في سنغافورة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. معنا من دمشق عضو مجلس الشعب السوري سيد خالد العبود، مرحبا بكم سيد العبود. ما المأمول أو ما الذي يمكن أن يخرج عن لقاءات جنيف الخاصة باللجنة الدستورية؟ لك التحية صديقتي للسادة المشاهدين جميعا لفريق العمل أيضا. في تقديري أننا ما زلنا نصر ونتمسك بالمبادئ الأممية التي كانت مظلة لسوتشي، كون أن سوتشي كانت محطة هامة باتجاه تشكيل لجنة دستورية. هذه اللجنة معروف أنها لا تقوم، يعني بمعنى أن هناك مشاركين من المحسوبين على الفريق الوطني الذي وقف في وجه العدوان على سوريا، وهناك أيضا فريق آخر تحركه أطراف أخرى تستثمر فيه تستغله. هذه اللجنة الدستورية تقوم على ثلثين لصالح الفريق الوطني وثلث آخر لما سمي بالمعارضة الخارجية. في تقديري طبعا أن الإطار العام الآن ذاهب باتجاه إنجاز مثل هذه اللجنة، لكننا نخشى، نحن كفريق وطني في الداخل السوري ما زلنا نخشى أن هذه اللجنة الدستورية يمكن أن يحاول أو تحاول الأطراف الأخرى العبث فيها دعينا نقول هذه المحاصصة التي حصلت. لكن سيد العبود الأمر يبدو وكأنه كذلك، يعني في إطار اتفاق أطراف خارجية أكثر منه سعي لي يعني النقاش مع أطراف داخلية، يعني لقاءات تركيا إيران روسيا، والحديث من ديمستورا أنه في الأيام المقبلة في 25 من الشهر الحالي سيجتمع مع مسؤولين من الولايات المتحدة الأمريكية فرنسا بريطانيا وألمانيا والأردن والسعودية. نحن في الداخل السوري نحن كفريق وطني ما زلنا نخشى من تفخيخ منظومة الدولة، خاصة عندما نسمع مثل ما أشرت مثل هذه الأصوات وهي تعلو من هنا وهناك. دائما كانت تصر هذه الأصوات على حل سياسي في أكثر من محطة، لكننا نخشى أن هذه المحطة التي يحاولون أن يرموا إليها أو يذهبوا إليها هي أن تكون مفخخة لجهة مصالحهم الخاصة، بمعنى مصالح أطراف العدوان. عندما نسمع الأمريكي، نحن لا نثق بالأمريكي ولا نثق بأطراف العدوان وهي تتحدث عن منصات من هنا وهناك ولجان من هنا وهناك ترمي إلى حل سياسي. أنا في تقديري الاشتباك ما زال قائما حتى اللحظة، ونحن ما زلنا في حالة اشتباك ليست فقط في الميدان وإنما في السياسة. لكن دعينا نقول بأن ناتج أو ناجز الميدان العسكري حضر لمثل هذه المنصات، وأعتقد بأنهم كأطراف خارجية لن يستطيعوا أن يفخخوا الدولة، خاصة أنهم مروا في محطات سابقة حينما حاولوا أن يأتوا بدولة غير الدولة الموجودة. لكن سيد العبود أريد أن نعرف أين الحدود الآن بالنسبة لما هو مقبول بالنسبة للدولة السورية، وأنت تشير إلى أن هناك من يحاول تفخيخ هذه الدولة كما فهمت منك من خلال إطار له علاقة بلجنة دستورية وما إلى ذلك. ما هي يعني الممنوعات بالنسبة للدولة السورية؟ هل هناك تحفظ على أشياء بعينها إن كان بالنسبة لأسماء في اللجنة الدستورية أم حتى بتوجه عام من خلال اللجنة الدستورية؟ عظيم، أنا أشكرك على هذا السؤال، لأنه بدي أفصل هون أنا بين مفهوم الدولة وبين الفريق الوطني السياسي، إذ أن هناك دعينا نقول مشاركة سياسية من أطراف عديدة في الداخل السوري هي التي أنجزت السلطة أولا وأخيرا. كنا نتحدث عن السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية. نحن الخطوط الحمراء بالنسبة لدينا واضحة،
ألا وهو روح الدستور القائم الحالي سنحافظ عليه بشكل أو بآخر، وبالتالي لن نسمح لأولويات وروح هذا الدستور أن تمس بشكل أو بآخر. لن نحن ندرك ونفهم جيدا ما هي أهداف أطراف الأدوان التي حاولت أن تصل إليها من خلال الميدان، سنمنعها قولا واحدا من أن تصل إليها من خلال تفخيخ منظومة الدولة، أعني بالضبط الدستور. الخطوط الحمراء واضحة في روح الدستور القائم حاليا، نحن ذاهبون باتجاه منصة دولية جديدة بمشاركة بين قوسين أطراف من المعارضة للنظر في الدستور القائم حاليا، لكن روح الدستور، أساسيات الدستور، الأولويات التي صوت عليها السوريون أو التي تفتي السوريون عليها خلال الدستور الماضي سوف نحافظ عليها قولا واحدا. طيب سيد العبود، هل هناك تحفظات على أسماء بعينها؟ لأنه الآن يعني دائرة الترشيحات بما له علاقة بالمعارضة تطرح العديد من الأسماء والتوجهات أو حتى الأطراف. لا أعتقد بأن هناك تحفظات بالنسبة لنا، طالما أن هي معركة سياسية، وطالما أن القضية ليست لا تقوم على، دعينا أقول، منظومة قيمية لجهة بعض العناوين، وإنما أتصور بأنه يعني يلي بده يجي يلي يجي، نحن عم نشتغل سياسة أولا وأخيرا، والسوريون فيما بعد، أي الشعب السوري هو الذي سيقول وسيتحفظ على اسم من هنا واسم من هناك. طيب سيد العبود، يعني استمعنا لوزير الخارجية وليد المعلم قال بأنه النسبة التي أشرت إليها بالنسبة للثلثين، لكن تم الاتفاق على ذلك بأنه للدولة السورية ثلثين، وهل الترشيحات فعلا بأن هناك نتحدث عن 50 اسم تم بالفعل تسليمها من الدولة السورية لديمستورا؟ في سوتشي اتفقنا على ثلثين مقابل ثلث. نعم، لأنه صار في لغط حتى على هذا الموضوع، وحتى لا. صلاحيات ديمستورا بما له علاقة باللجنة الدستورية وآلية عملها وما إلى ذلك، حتى كان في لغط على ذلك. صحيح، الحكومة السورية، الدولة السورية، الفريق الوطني السوري لاحظ أن ديمستورا حاول أن يعبث من هنا وهناك، وهنا خشيتنا دائما من الدور الذي يلعبه المبعوث الدولي. هذه ليست من اختصاصاته، ليس حتى من اختصاصاته أن ينظر في الأسماء وأن يقيم هذه الأسماء. حتى أنا مفرد الترشيح، يعني لا، الحكومة السورية بعثت مجموعة من الأسماء التي تمثل، دعينا نقول، الفريق الوطني في هذه اللجنة الدستورية، فليست من صلاحيات ديمستورا حتى الحديث في هذه الأسماء وتسريب مثل هذه الأسماء قبل أوانها. أنا في تقديري بأنها كانت تجاوزات. ما زلنا نحن نعتبر كفريق وطني، ما زلنا نعتبر أن الدور الذي يلعبه ديمستورا هو بشكل أو بآخر يميل باتجاه الأطراف، أطراف العدوان التي ترمي إلى أهداف أخرى يعلمها ديمستورا أكثر من الآخرين. ربما يحتاج الأمر لتوضيح سيد العبود، وعندما تحدث عن تسريبات أنه الأسماء التي تم تداولها، يعني بعضها من أسماء الذين كانوا بالوفد المفاوضة في جنيف ما عدا رئيس الوفد دكتور بشار الجعفري، الآن أيضا يتم الحديث عن لقاءات في بيروت والقاهرة، خلا تلك التي تتم مع أطراف تمثل الدول بعينها في جنيف مع ديمستورا، ويتم الحديث عن أنه ستكون لجنة من 25 شخصية مصغرة تضع، يعني في الدولة السورية يتم استخدام الإصلاح الدستوري، لجنة الإصلاح الدستوري تقوم بهذه الإصلاحات ويتم تحويلها إلى اللجنة الموسعة. هذه عبارة عن تقنية أنا لم أطلع عليها، نحن لم نبحثها في سوتشي. هذه تقنية، هذه محطة تحتاج إلى بعض التقنيات، تحتاج إلى بعض العناوين، تحتاج إلى بعض التفصيل. هذا في تقديري لا نستطيع أن نقر به إلا من خلال منصة اللجنة الدستورية ذاتها. بعيدا عن سوتشي، أنا باعتقادي أن هذه العناوين التي تعرض يجب أن تكون مقرة في منصة سوتشي. هذه الأمور لم نتفق عليها، اتفقنا باتجاه النسبة التي يجب أن يمثل فيها الفريق الوطني السوري، واتفقنا على أن يجب أن تكون القوى السياسية الأخرى، أي بين قوسين المعارضة، يجب أن تكون حاضرة في هذه اللجنة. وحتى تسمية اللجنة لجنة الإصلاح الدستوري، بينما يتم الحديث أيضا عن عمل على دستور بأكمله. لا، في بيان سوتشي تحديدا، وهو بيان تحت مظلة الأمم المتحدة، هذه المادة، إحدى المواد، إحدى الفقرات في هذا البيان تتحدث علانية عن النظر في الدستور القائم الحالي وليس دستورا جديدا للبلاد. 2، لا يوجد هناك أي مسودة لأي دستور آخر أو حتى أفكار أخرى.
المجتمعون المؤتمرون اللجنة الدستورية ستعيد النظر في الدستور القائم الذي تم التصويت عليه في 2012. طيب، وتعتقدون بأن ذلك سيكون يسيرا؟ إلى أي حد ذلك يبدو مؤشرا لفتح بالفعل مسار جدي عملي باتجاه الحل السياسي؟ لا، باعتقادي لو كان الأمر يسيرا لما وجدت صوتا أوروبيا أو صوتا أمريكيا حاضرا الآن. لا، أنا قلت لك قبل قليل بأنها عبارة عن منصة اشتباك سياسي، أي أن أطراف العدوان ما زالت تعول على مثل هذه المنصة كي تفخخ منظومة الدولة، وبالتالي هي معركة بأي شكل من الأشكال. أنت تتحدثين عن اشتباك في السياسة، سوف نبذل فيه جهدنا كما بذلناه في الميدان لمنع أطراف العدوان من وصول إلى أهدافها التي شنت العدوان من أجلها على سوريا. لكن هذه الأطراف موجودة سيد العبود، لا أريد أن أدخل في نقاش مناك يعني مناكفة فقط من أجل السجال، لكن أطراف سيجتمع معها ديمستورا بتحت عنوان هذه اللجنة، تحدث عن السعودية، عن الأردن، عن فرنسا، عن الولايات المتحدة الأمريكية، هو قال ذلك، يعني سيكون في اجتماع. تذكري جيدا أنه من أجل هذه العناوين واجهنا معركة أكثر من 7 سنوات في الميدان من أجل هذه العناوين. أيضا حاولت الأطراف ذاتها التي أشرت إليها أن تقف إلى جانب مشغلين إن صح التعبير وأدوات في جنيف وغير جنيف، ولم تستطع أن تمرر الأهداف بأكثر من نقطة. نحن تجربتنا دعينا نقول بأنها عريقة، بأننا خضنا تجربة طويلة، وبالتالي لم يتبدل شيء في المشهد، إنما هي عبارة عن منصات اشتباك ليس أكثر. طيب، شكرا جزيلا لك سيد خالد العبود، عضو مجلس الشعب السوري، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة السورية. شكلت استعادة الجيش السوري السيطرة على الغوطة الشرقية وريفي حمص الشمالي وحماه الجنوبي منعطفا مهما في حركة السير في عموم المحافظات، ولا سيما طريق السلمية الرقة. يشهد طريق السلمية الرقة حركة سير كثيفة مع نشاط ملحوظ في هذه الحركة ليلا. المسافرون يختارون أوقات الليل للسفر هربا من موجات الحر، إضافة إلى حال الأمان والاستقرار التي تحسنت على نحو كبير خلال الفترة الماضية وجعلت من حركة التنقل بين المحافظات وعلى الطرقات العامة مضاعفة، ولا سيما مع انتشار الحواجز ودورية السيارة على امتداد هذه الطرقات. كما ساهم فتح طريق الحسكة حلب بعد تأمين ريف منبج والتقاء وحدات الجيش السوري مع قوة قسد في فك الحصار عن طرقات الشرق السوري والتي بقيت محاصرة بريا لسنوات طويلة، وكانت وسيلة التنقل الوحيدة هي عبر الجو من مطار القامش للدولي. توسيع الجيش السوري سيطرته على مساحات واسعة في البلاد ينعكس على الحياة العامة التي بدأت تعود تدريجيا إلى سابق عهدها مع استمرار الحذر الأمني لضمان أمن الطرقات من أي عمل تخريبي. إلى العراق، حيث دعا زعيم تيار الحكمة في العراق السيد عمار الحكيم إلى تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة أو سياسية. وفي خطبة عيد الفطر اعتبر الحكيم أن الأغلبية الوطنية تمثل حلا واقعيا ومقبولا لبعض إشكالات النظام السياسي. يتحتم علينا اختيار كابينة وزارية من التكنوقراط المتخصص المستقل أو السياسي القادر على تلبية احتياجات المواطنين ودفع البلاد نحو التقدم والازدهار. وفي ظل أغلبية وطنية بالإمكان تشكيل كتلة الأغلبية ومأسستها واستحداث هيئات قيادية وسياسية وعامة ضمن كتلة الأغلبية تكون قادرة على تعزيز الشراكة في القرار بين القوى السياسية المشاركة في الحكومة ودراسة التحديات والاتفاق على حلول ومعالجات واضحة لتصفير المشاكل والأزمات الداخلية والخارجية. الحكيم أكد أن مجلس النواب أجرى ما سماه تعديلا مشكوكا في دستوريته على قانون الانتخابات وشرع خطوات وصفها بالتعسفية، كما حذر من أقحام المؤسسة القضائية في العملية الانتخابية لأن ذلك سيؤدي إلى المساس باستقلاليتها. مجلس النواب اجتمع بجلسة استثنائية مفتوحة ببعض أعضائه معظمهم ممن لم يفز في الانتخابات،
وأجرى تعديلا ثالثا على قانون الانتخابات مشكوك في دستوريته، وشرع خطوات تعسفية وصادمة، وانحاز بشكل كبير في المعالجة المطلوبة. وبدل أن يساهم مجلس النواب في إيجاد حل للأزمة ساهم في تعقيدها، كما وتم إقحام المؤسسة القضائية في العملية الانتخابية وإخراجها من دورها الإشرافي إلى دور تنفيذي، مما يخاطر بالمساس باستقلاليتها. متواصلون بتقديم السابعة، أبرز ما فيها بعد الفاصل. الرئيس الفنزويلي يتهم كولومبيا بمحاولة جره إلى صراع عسكري. أهلا بكم من جديد في السابعة من الميادين، والتي نستأنفها بالعودة إلى الملف العراقي وتطورات المشهد السياسي مما له علاقة بنتائج الانتخابات التشريعية وحتى تشكيل الحكومة. معنا عبر الهاتف السيد أحمد الخضر المحلل السياسي، معنا عبر الهاتف من بغداد. مرحبا بكم سيد الخضر. سأبدأ بآخر التصريحات لزعيم تيار الحكمة في العراق سيد عمار الحكيم، ما تقدم به بأن يكون هناك تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة أو سياسية، هل هذا وارد؟ في البداية تحية لك أختي الكريمة وإلى قناتكم وإلى المشاهدين الكرام، وعيد مبارك وكل عام وهم بألف خير. أهلا بك وأنت بألف خير. الله يحفظك. في البداية طبعا دعوة السيد عمار الحكيم تأتي ضمن سياق متصل لما أطلق من تصاريح قبل أيام بضرورة أن تكون الحكومة القادمة تمثل جميع العراقيين ولا تكرر تجارب الماضي من عمليات فشل بالسياسات وعمليات عدم ثقة وعمليات تقاطع سياسية. كذلك هم يرغبون بأن يرسلوا رسالة اطمئنان للمحيط الإقليمي والمحيط العربي وكذلك الأطراف السياسية التي كانت دائما ما تعارض الحكومات. لكن هل وارد الآن أمام كل التعقيدات ونحن أمام حتى معضلة يعني فرز موضوع نتائج الانتخابات التشريعية وحتى الآن فيما له علاقة بالوصول فعلا لتشكيل الحكومة، نتحدث عن تكنوقراط، تشكيلة حكومة تكنوقراط، هذا وفق التعقيدات إن كان في الداخل أو حتى في المحيط الإقليمي يعني وارد؟ يعني خلينا نكون واقعيين، هناك رغبة كبيرة وهذه الرغبة موجودة لدى تحالف سائرون والفتح في البداية، ثم صرحت من قبل تيار الحكمة بضرورة تشكيل لجنة تختار الوزراء على أساس المهنية والكفاءة والعلمية والممارسة، بعيدا عن المكاتب السياسية، بعيدا عن حكومة ما تسمى حكومات الصقور السياسية. هم ينظرون إلى رغبة الشارع العراقي، هناك رغبة كبيرة في الشارع العراقي أن تكون الحكومة المقبلة بالعراق حكومة خالية من التحزب 100%، ولا يعارضون أن تكون حكومة تكنوقراط مرشحة من قبل الأحزاب. لكن هل المشكلة اليوم في العراق أمام المشكلات التي تتراكم هي مشكلة عدم اختصاص وزراء؟ نعم، هناك مشكلة تستخدم تجارب قديمة، كانت هناك تجارب فاشلة بوجود بعض الوزراء ذوي عدم الاختصاص، لم يودوا عملهم بشكل جيد، من بما أدى إلى عكس الخدمات على المواطن سلبا في ملفات الكهرباء، في ملفات الخدمات، في ملفات التجارة. كانت هناك للأسف الشديد في الحكومات السابقة اختيار الوزراء على أساس التحزب والمحاصصة، الجميع يريد أن يذهب باختيار وزراء من الاختصاص، وزراء من الممارسة، وزراء من المهنية للخروج من بعض يعني المأزق وتقديم أدى ما يمكن من الخدمات للمواطن العراقي، كون الشارع العراقي لا يتحمل بعد الآن وجود حكومة لا تستطيع النهوض بواقعها. طيب إلى أي حد ذلك قابل للتطبيق من خلال أن تكون حكومة سياسية، بمعنى أن يكون العمل على ذلك من خلال القوى السياسية التي حصدت يعني بالنهاية نتائج الانتخابات، ويعني ليست نهائية، هذه النتائج هي نهائية تم إعلانه الآن فيما له علاقة بالفرز، لكن هل يمكن أن يكون الأمر بناء على الحصص السياسية يتم انتقاء أو انتخاب من تلك الحصص السياسية من هم يعتبرون أهل اختصاص؟
يعني لحد هذه اللحظة بد طرح موضوع حكومة التقنقراط في البداية هو تحالف ساروس ثم انضب عليه تحالف الفتح ليتسمع اليوم بالتحالف الحكمة والتحديدا بالسماحة السيد عمار الحكيم طرح وتبدي فكرة التقنقراط. لحد هذه اللحظة يوجد العديد من الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات تتبدى هذا المفهوم وتطرح هذا المفهوم وتريد تطبيقه. دعم صعب دعم صعب تحقيق اكيد هذا المبدا يتعارض ببعض رغبات الكتل الموجوده الاخرى في العمليه السياسيه، هي بالتاكيد تريد ان تكون الحكومه القادمه كالحكومات السابقه بناء على موضوع المحاصصه وعلى ترشيح المكاتب السياسيه للاعلام. اعتقد الامر سوف ياخذ وقتا طويلا في المفاوضات والاقناع وطرح وجهات النظر للخروج برؤيه موحده باخراج حكومه بالتالي سوف لا تكون تقنقراط 100% ولكن سوف تكون حكومه تقنقراط الى حد كبير. ربما إذا تم الحديث فعلا عن الكتلة الكبرى أو الأكبر التي يتم التوافق أو الاتفاق عليها، وهل يشيل المشهد الآن بأننا وصلنا إلى هذه المرحلة ما جرى من إعلان التفاهم بين الفتح وسائرون الاتفاق فيما بينهما في تحالف، وربما يتسع ذلك لأنه كان سابقا أيضا سائرون كان في نوع من التفاهمات مع الوطنية وأيضا مع الحكمة؟ يعني تصريح السيد حاكم الزاملي كان واضح، قال هناك سعي كبير لانضمام تيار الحكمة وانضمام القائمة الوطنية إلى تحالف سائرون والفتح، وسمعنا أيضا قائمة ائتلاف الكفاءات والتغيير وقائمة إرادة انضموا فعلا لهذا التحالف، لكن هناك جهد ما زال كبيرا، هناك أيضا نفي من تحالف سائرون أن دولة القانون لم تلتحق بتحالف الفتح وسائرون لحد هذه اللحظة، لكن هناك كتل سياسية أخرى قد يعني جرت تفاهمات لديها بالفعل وسنسمع انضمامها بعد العيد مباشرة إلى كتلة الفتح وسائرون بصورة رسمية. مثل من يعني الآن نتحدث؟ لأنه ما تم الحديث عنه وإعلانه عن تفاهمات سموه الأغلبية الأبوية مع الحكمة والوطنية وسائرون، وربما يكون ذلك بإعلان انضمام رسمي لربما كما تقول بعد العيد، هل نتحدث عن قوى أخرى تشكل مفاجأة؟ نعم، لا ليس مفاجأة أختي الكريمة، اليوم كان هناك بيان للحزب الديمقراطي الكردستاني قال سنكون بعد العيد جاهزين للمفاوضات مع تحالف الفتح وتحالف سائرون ونحن قريبين منهم وقريبين من التفاهمات، ولكن لدينا بعض الشروط، لدينا بعض المخاوف، لدينا بعض التقاطعات التي من الضروري الجلوس مع تحالف الفتح وضروره وسائرون لإنهائها قبل الإعلان التحالف الرسمي، سيكون ذلك بعد العيد مباشرة. أعتقد هذا تصريح مهم ويدل على تقارب فعلي ونية فعلية، وذلك ينسحب أيضا عن القوى الكردية الأخرى لأنه أيضا الاتحاد الوطني الكردستاني كان له توجه تقريبا مماثل في ذات يعني التحالف مع الفتح وحتى سائرون. يعني إلى ما نظرنا في الأحزاب الكردية عندما تريد تتفاوض مع بغداد فهي تتفاوض بكتلة واحدة، تتفاوض بمفهوم واحد، هي مختلفة فيما بينها في بعض، وخصوصا كيف تقدمت في الانتخابات يعني. نعم نعم، هي طبعا هناك خلافات وهناك تقاطعات فيما بينها، لكن عندما تريد أن تتفاوض مع بغداد، عندما تريد أن تتفاوض مع الكتل الشيعية والسنية فهي تتفاوض بكتلة واحدة بلست من الشروط موحدة، بلست واحدة من الطلبات، وبذلك تصريح الديمقراطي الكردستاني ليس بعيدا عن الاتحاد الوطني الكردستاني وليس بعيدا بالأحزاب الكردية الأخرى التي لديها نفس النقاط، لديها نفس المواضيع وإن اختلفت قليلا مع الديمقراطي الكردستاني. سيد أحمد الأسد المتحدث باسم الفتح قال أنه نحن لن نستبعد أحد خصوصا بما له علاقة ببرنامج الحكومة، وكان البعض يعني يأخذ منه إشارات لما له علاقة بالنصر أو حتى بالنسبة للسيد المالكي، وأيضا بعد الترشيحات تحدثت أنه لا المالكي سيكون ضمن التحالف هذا للفتح وسائرون، هل هذا أيضا وارد؟ هو الإعلان عن تحالف الفتح والسائرون كان واضحا جدا عندما قالوا أننا سنطلق في الفضاء الوطني، سنطلق في القضية الوطنية، تحالفنا مفتوح للجميع، ليس لدينا خطوط حمراء إلا من تلطخ النداح بدماء الشعب العراقي وارتكب جرائم فعلية بحق الشعب العراقي. كل القوى الأخرى الوطنية التي لديها مقبولية في الساحة الوطنية نحن نمد يدينا إليها، نحن منفتحون لدينا، هم لديهم برنامج واضح. لأنه يعني رئيس الحزب الشيوعي العراقي كان عنده تحفظات واضحة تحديدا على التحالف مع السيد المالكي، وهو يعني الحزب الذي شارك مع السيد الصدر مع قوى أخرى يعني تيار مدني وقوى في ذات الإطار مع الحزب الشيوعي في سائرون، عندهم تحفظ قاله واضحا.
يعني الحزب الشيوعي دائما ما يكون تحفظه على برنامج وليس على شخص. الشيوعي دائما يتحفظون على برنامج، يتحفظون على نظرية، يتحفظون على سلوك، أنا سمعت منهم ذلك كثيرا، ولا يتحفظون على شخص معين. وبالتالي هذه التحفظات ممكن إزالتها إلى فعلا ما بددت ودخلوا المفاوضات وكانت لديهم مفاوضات مباشرة وتم تبادل وجهات النظر معهم وتم هذه المخاوف والتحفظات تبعدها، بالتالي سيكونون جزء من هذا التحالف، سوف لن يكونوا خارج هذا التحالف إلى ما اشتركوا فعلا في المفاوضات. كما قلت لك يا أختي الفاضلة، هم دائما يتخوفون بالبرامج، يتخوفون بالبهج، يعارضون دائما السلوك، ليس لديهم تحفظات على شخص نهائيا على هذه الشخصية أو تلك الشخصية بقدر ما لديهم تحفظ على المناهج والأفكار. شكرا جزيلا لك سيد أحمد الخضر المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد. أصدرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني بيانا أوضحت فيه أن الخبر الذي تداولته بعض المواقع الإخبارية عن إلغاء ختم الدخول والخروج للمسافرين الإيرانيين الوافدين إلى لبنان غير صحيح. المديرية العامة للأمن العام قالت إن هذا الخبر عار من الصحة، مؤكدة أنها تعتمد إجراء متاحا أمام رعاية عدد من الدول الوافدين إلى لبنان وللراغبين منهم بتوشيح أختام الدخول والخروج على بطاقات مستقلة ترفق بجوازات سفرهم. للمزيد معنا من طهران مفاد الميادين إلى هناك من الحمرية. ملحم، هل هناك إيضاحات لطبيعة ما يتم تداوله استدعاء هذا التوضيح من الأمن العام اللبناني؟ نعم رامية، طبعا يعني ما نقلته بعض وسائل الإعلام الإيرانية هنا عن هذا الخبر هو حقيقة ما نقل عن السفارة اللبنانية، الإعلان والإبلاغ الذي تم لي الشركات الطيران الإيرانية أن الأختام على جوازات السفر للرعاية الإيرانيين، أختام الدخول والمغادرة، لن تكون على جوازات السفر طبعا للراغبين منهم، إنما ستكون على بطاقات جانبية. هذا ما أعلنه الأمن العام اللبناني في بيانه، وعلى ما يبدو أنه إجراء معتمد بحسب البيان مع رعاية عدد من الدول للراغبين منهم بطبيعة الحال، واعتمد حاليا مع الراغبين في ذلك أيضا من الرعاية الإيرانيين، ولا خلفية أمنية له كما تروج بعض المواقع، لأن الحرس الثوري، وهذا الأمر ذكر في بعض المواقع حقيقة، الحرس الثوري ليس بحاجة رامي حقيقة إلى أختام جانبية كما يقول البعض. عناصر الحرس الثوري لا يقومون بزيارات سياحية إلى دول أوروبية أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية حتى يخشوا على أنفسهم، تحركاتهم تكون مدروسة إلى أبعد الحدود، يعني هذا الأمر منطقي. بالتالي الهدف بحسب مصادر دبلوماسية لبنانية للميادين هو فقط تنشيط السياحة بين البلدين، وهذا الأمر في الحقيقة على رأس اهتمامات السفارة اللبنانية في طهران، وهو تعزيز السياحة والتجارة بين الطرفين. أيضا بحسب مصادر الميادين هناك رغبة عند عدد من المواطنين حقيقة، مواطنين إيرانيين، بعدم وضع أختام الدخول والمغادرة على جوازات سفرهم التي تحمل تأشيرات دخول أجنبية، إنما على بطاقات جانبية كما تفعل بعض الدول. هذا يعني متعارف عليه في العديد من الدول، لكن هذا الإجراء، هذا ما أود الحديث عنه، أنه هذا الإجراء هو إجراء معتمد، لكن هذا هل هو إجراء جديد يعني أم كان موجود؟ لأنه أيضا في طبيعة يعني التعاملات بين البلدين وخصوصا بالنسبة للبنانيين باتجاه إيران في تخفيف ربما من بعض الإجراءات. كيف تكون صيغة تأشيرة الدخول؟ هل تغيرت حتى بين لبنان وإيران؟ لا يوجد تأشيرة دخول حقيقة. هذا ما أود يعني توضيحه. صحيح، يستطيع اللبناني الدخول إلى إيران دون تأشيرة دخول لمدة زمنية محددة، ولكن يعني بحسب ما هو متعارف عليه يتم وضع أختام الدخول والمغادرة على جواز السفر، ولكن هناك إجراء معتمد عند العديد من الدول، وهذا أمر طبيعي من هذه الدول، كندا مثلا، أن لا يتم وضع الأختام على جواز السفر طبعا إذا رغب المسافر بذلك، لا يتم وضع أختام الدخول والمغادرة على جواز السفر، إنما على بطاقات جانبية طبعا بحسب مصلحة هذه الدول وما تراه مناسبا. كان هناك حالة عتب، يعني أنا عندما تحدثت عن موضوع تنشيط السياحة بين البلدين وأن هذا الأمر على رأس اهتمامات السفارة اللبنانية في طهران،
لابد من ذكر أن هناك حالة عتب إنجاز التعبير رامي عند البعض هنا من عدم تعزيز العلاقات التجارية والسياحية بين لبنان وإيران، بالرغم من أن البلدين صديقين تربطهما مصالح مشتركة، هناك رغبة في نفس الوقت بتطوير هذه العلاقات أكثر مما هي عليه الآن، وهذا الأمر يصب في مصلحة البلدين بطبيعة الحال. لا ننسى أن إيران أيضا رامي أبدت استعدادها أكثر من مرة لتسليح الجيش اللبناني، وهذا الأمر ليس سرا، تم الحديث عنه وحصل توافق، ولكن بسبب اعتبارات سياسية لبنانية معينة لم يصل الأمر إلى نتيجة وإلى خواتيم إيجابية، وبالتالي هناك رغبة إيرانية بتنشيط السياحة، بتعزيز أيضا العلاقات والتبادلات التجارية، وأيضا هناك رغبة لدى بعض الأطراف اللبنانية بالقيام بهذا الأمر. وهذا الموضوع بحسب المصادر الدبلوماسية للميادين يأتي فقط في هذا الإطار لا أكثر ولا أقل. واضح، شكرا جزيلا لك ملحم ريا موفد الميادين إلى طهران، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. إلى ليبيا، حيث استهدفت طائرات الجيش الليبي مواقع الجماعات المسلحة في منطقة الهلال النفطي شرق البلاد، فيما تستمر المعارك لاستعادة الجيش من أي سدرة وراس لانوف من أيدي المسلحين. مريم عثمان. غارات مكثفة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ضد الجماعات المسلحة التي حاولت السيطرة على حقول النفط شرق ليبيا. غارات استهدفت أرتال الإمداد والتعزيزات التي حاولت الجماعات المسلحة استقدامها إلى منطقة الهلال النفطي بحسب ما أعلن الجيش الوطني. غارات الجيش الوطني ضد الجماعات المسلحة تأتي ضمن المعارك المستمرة بين الطرفين في منطقة الهلال النفطي في محاولة للجيش لاستعادة مينائي راس لانوف والسدرة اللذين سيطر عليهما المسلحون في الأيام الأخيرة. ليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيه حقول النفط شرق ليبيا للهجوم من قبل الجماعات المسلحة، إذ استعاد الجيش الوطني السدرة وراس لانوف اللذين يعدان من أهم موانئ تصدير النفط في ليبيا من أيدي المسلحين عام 2016، ما سمح بإعادة فتحهما بعد إغلاق طويل أضر بصادرات النفط في البلاد على نحو كبير. غارات الجيش الوطني الليبي ومحاصرته للمسلحين في المنطقة دفع الجماعات المسلحة إلى الإعلان عن استعدادها للمصالحة الوطنية، مشيرة في بيان لها إلى أن المنشآت النفطية والحقول باتت مفتوحة أمام المؤسسة الوطنية للنفط. معارك استعادة منطقة الهلال النفطي تأتي بالتوازي مع معركة الجيش المستمرة في درنا شمال شرق البلاد، والتي تمكن خلالها من السيطرة على أغلب أحياء المدينة بحسب آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء عبد السلام الحاسي، الذي أشار إلى تطهير الجيش بعض الجيوب المتبقية للجماعات المسلحة الموجودة في المدينة. اتهم رئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نظيره الكولومبي خوان مانويل سانتوس بإثارة ما وصفه باستفزازات عسكرية تستهدف جر البلدين إلى صراع يستدعي تدخل الولايات المتحدة. خلال لقائه مع قياديين عسكريين، دعا مادورو الجيش الكولومبي إلى عدم الاستجابة للمناورات التي قرر سانتوس المنتهية ولايته إجراءها لكونها تهدف إلى إثارة نزاع مسلح مع كاراكاس. أكد الرئيس الأفغاني أشرف غني أن زعيم حركة طالبان الباكستانية الملا فضل الله قتل الأربعاء الماضي إثر غارة شنتها طائرات أمريكية من دون طيار في ولاية كونار قرب الحدود الأفغانية الباكستانية. الرئيس الأفغاني وفي تغريدة له لفت إلى أن مقتل الملا فضل الله هو نتيجة عملية بحث استخبارية أجرتها أجهزة الأمن الأفغانية. فرضت الصين تعرفات جمركية على سلع أمريكية بقيمة 50 مليار دولار ردا على التعرفات الأمريكية الجديدة التي استهدفت القطاع التكنولوجي الصيني، وتشمل القائمة تعرفات بقيمة 25% على 660 سلعة مستوردة، بما في ذلك المنتجات الزراعية والسيارات والمنتجات المائية. وتدخل الرسوم الجمركية على سلع بقيمة 34 مليار دولار حيز التنفيذ في بداية الشهر المقبل، وهو اليوم نفسه الذي ستبدأ فيه الولايات المتحدة فرض الرسوم الجمركية على السلع الصينية.
يعد متحف باردو في العاصمة التونسية من أشهر المتاحف العالمية. جولة في داخله تكشف عراقة الحضارات التي مرت على تونس وتنوعها، إذ يحتوي على آثار وتحف تختزل آلاف السنين. مراد الدلنسي. متحف باردو أكبر المتاحف التونسية وأشهرها عالميا، يحتضن تاريخ تونس والمنطقة المتوسطية قلبا وقالبا. فمقر المتحف بحد ذاته يعد من أشهر قصور تونس التي شوهدت في أواسط القرن التاسع عشر. متحف يختزل تاريخ هذه الأرض منذ عصور ما قبل التاريخ مرورا بالحضارات العريقة لا تكفي ساعات لاكتشاف الكنوز الأثرية والقطاع الفريدة، كلها تختزل مجلدات من التاريخ القرطاجي والروماني والإسلامي وغيره. متحف مهم ومتميز في البحر الأبيض المتوسط وربما في العالم، متميز أولا بعدد الكبير من اللوحات الفسيفساء التي يحتويها، وهو أكبر متحف من حيث عدد الفسيفساء في العالم، لأن البلاد التونسية كما تعرفوا هي ربما من أكبر البلدان التي أنتجت الفسيفساء، خاصة في الفترة الرومانية والفترة البيزنطية. يتجاوز عدد لوحات الفسيفساء في المتحف 4000 لوحة، ما يجعله الأول في العالم. فأينما أدار الزائر وجهه ينغمس في جمالية اللوحات وكأنها نحتت اليوم، لتبقى اللوحة الأبرز لوحة إله البحر الروماني التي تعد أكبر لوحة فسيفسائية في العالم. بين القصص التي ترويها آثار المتحف قصة السفينة الأغريقية التي ظلت طريقها وغرقت قبالة السواحل التونسية، حيث عثر عليها بداية القرن العشرين واستخرجت منها كنوز الرخام التي كانت تحويها. مجموعة من الشباب ابتكرت طريقة لترميم هذه التحف وعرضها أمام الزوار. التحفة هذه اخترناها على خاطر هي تحفة مش موجود منها برشا، كل فاز هذه موجود منه واحد في اللوفر وفما واحد في تونس، دونك هي تحفة أثرية مهمة شوي. استندنا على موجود في اللوفر وحاولنا نعملوا منه الفاز نعاودوا نرموها بالضوء. محتويات المتحف من تماثيل ونقود قديمة وآلات للحياة اليومية تسبح بالخيال لآلاف السنين التي خلت. متحف باردو الذي استهدفه الإرهابيون للقضاء على السياحة التونسية اكتسب شهرة واسعة لما يحويه من موروث حضاري وثقافي لا يقدر بثمن. في هذا المتحف يوجد أكبر عدد من اللوحات الفسيفسائية في العالم. مراد الدلنسي من متحف باردو بالعاصمة التونسية، الميادين. المشاركة القياسية للمنتخبات العربية في مونديال روسيا تستغلها الحكومة الإسرائيلية باستمرار وفي أكثر من اتجاه من التطبيع وصولا إلى بث الفتنة. موقع وزارة الداخلية الخارجية الإسرائيلية ينطق باللغة العربية في تويتر قال: بات يوميا ينشر أخبارا وصورا يتمنى خلالها التوفيق للمنتخبات العربية المشاركة في خطوات هدفها بث الفتن. وعلى سبيل المثال ينشر الموقع تمنياته بالتوفيق للمغرب، بينما يظهر الموقع الناطق بالفارسية وهو يدعم إيران، علما أن المنتخبين يتواجهان في المباراة نفسها. ازدواجية تحريضية ضمن بروباغندا واضحة تروج في مكان آخر بأن الجمهور الإيراني الحاضر في الملعب أمس أعلن تأييده إسرائيل ومعارضته القطيعة الإيرانية معها. وبهذا نصل إلى ختام السابعة، نذكركم بعناوينها. هم اليوم محاصرون وهذه معركة مفتوحة. المتحدث باسم أنصار الله يؤكد عدم سيطرة التحالف السعودي على مطار الحديدة. 11 حريقا في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة جراء الطائرات الورقية. استعادة الجيش السوري الغوطة الشرقية وريف حمص الشمالي تعيد إحياء شبكة المواصلات بين المحافظات السورية. معارك عنيفة بين الجيش الليبي والمجموعات المسلحة لاستعادة ميناء السدرة وراس لانوف.
تابعنا في السابعة، إسرائيل تغازل عرب المونديال في حملة منظمة تهدف للتطبيع ولا تلقى أذانا صاغية. دائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين، تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت الميادين.net، إضافة إلى موقعنا باللغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. نشرة جديدة على رأس الساعة هذه المرة مع الزميلة علا ملاح. إلى اللقاء.